أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر، نحاول من خلالها الإجابة على سؤال: كيف تحول الانقلاب إلى هامش في مهمة ولد الشيخ؟ عندما بدأت مهمة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في اليمن، كان عنوانها الرئيسي دوراً أممياً لتنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بإنهاء الانقلاب عن طريق الحل السياسي. وبعد حوالي عامين من بدء المهمة واقترابها من الانتهاء، يبدو ولد الشيخ وطاقمه قد ذهبوا بعيداً حتى تحول الانقلاب إلى هامش في تحركاتهم، فيما الواجهة هي نتائج ذلك الانقلاب وهي ذات الرؤية التي تشتغل عليها أدوات الانقلاب وآلته الحقوقية والإعلامية ذات النفوذ الواسع حول ولد الشيخ. يقول البعض أن مهمة الأمم المتحدة بالأساس إنسانية، وهذا ما يبرر إعطاؤها الأولوية للقضايا الإنسانية في ظل تفاقم الصراع وعدم وجود نية حقيقية لدى الأطراف في التوصل إلى الحل الذي ترعاه، ومن جهة أخرى لا يمكن تجاهل الأزمة الإنسانية وهي التي أصبحت بعد أكثر من عامين من الحرب أسوأ كارثة إنسانية في العالم بحسب التقارير الأممية. طرف آخر يرى أن هذا التحول في مهمة المبعوث الأممي يحمل خلفية سياسية تدعمها أجندة دولية تسعى للتطبيع مع الانقلاب باعتباره أحد مظاهر اللعبة الدولية في المنطقة، ثم تأتي حقيقة سيطرة أذرع الانقلاب على الصوت الحقوقي في البلد واعتماد ولد الشيخ على تقارير منظمات تابعة للانقلابيين وهي التي تعمل على تغطية آثار الانقلاب وتحويل النظر عنه إلى قضايا يصفها البعض بالهامشية. كيف تحولت مهمة ولد الشيخ ولماذا تحول الانقلاب إلى هامش في هذه المهمة، وماذا بقي من فكرتي الانقلاب الشرعية في ظل الحلول التي يطرحها ولد الشيخ؟ هذه التساؤلات وغيرها نطرحها على ضيفينا الكريمين الناشط الحقوقي البراء شيبان من لندن ومن القاهرة الصحفي والناشط السياسي وضاح الجليل. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأدعوكما للإجابة على السؤال المشترك، وهو متمثل بأسئلة حول تحول مهمة ولد الشيخ إلى ما يبدو وكأنه تغطية على الانقلاب، لماذا برأيك البراء؟ تحية لك وتحية للصديق والزميل العزيز والله. أنا أعتقد أن مهمة ولد الشيخ هي بطبيعة الحال تتفاعل مع الوضع الراهن داخل البلد. المؤسسات الأمم المتحدة تعاني ضعفا على كل الأصعدة، وهذا ليس أمر مقصور داخل اليمن بل على كل الدول التي فيها مهمات للأمم المتحدة. الآن الأمم المتحدة تحاول أن تبحث عن حل جزئي للأزمة الإنسانية وليس حل كلي، والوضع الإنساني داخل اليمن هو الذي يسبب الضغط الأكبر على المؤسسات الدولية. يعني على ما يبدو أنه أنت لا ترى بأنه تحول، وإنما هي أولوية الظروف الإنسانية التي يعني جعلت الخطاب الأممي على هذا النحو. يعني ماذا يعني عنك أستاذ وضح؟ هل تتفق مع البراء بهذا الشأن؟ وضح؟ إذن فقدنا الاتصال بوضاح، إلى أن نعود الاتصال بوضاح أعد إليك البراء. يعني إذا كنت تتحدث فعلا بأن هذا الأداء الأممي هو نتيجة للظروف الإنسانية التي تفرضها البلد، يعني هل ترى بأنه حتى هذه الدعوات الإنسانية المتعلقة بالاحتياجات الإنسانية فعلا هي متسقة مع الاحتياجات الإنسانية في البلد، أم أنها تسير باتجاهات أخرى كما يرى البعض؟ نعم، أولا دعينا نفند الأمور. أنا لا أعتقد أن الأمم المتحدة تستقي تقاريرها من منظمات انقلابية مثل ما أوردت في مقدمتك. الأمم المتحدة لديها مكاتب موجودة على الأرض، تقريبا متواجدة على كل الأرض اليمنية. هناك ضعف حقيقي في فريق إسماعيل ولد الشيخ. إسماعيل ولد الشيخ لا يعمل من اليمن مثل ما كان يعمل جمال بن عمر من قبل. كل الفريق تقريبا متواجد داخل الأردن.
ليس هناك أطراف سياسية فاعلة متواجدة داخل الأردن، فالفريق الحكومة الشرعية بمجمله موجود داخل الرياض، والفريق الآخر موجود داخل صنعاء. هذا بطبيعة الحال عكس على أداء وضعف دور المبعوث الأممي. وأما من ناحية المؤسسات الأخرى، هي أصلا مؤسسات إغاثية بالدرجة الأولى، فاليونيسف ومكتب الإغاثة الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية، هذه مؤسسات إغاثية بالدرجة الأولى، مهمتها ليست سياسية، مهمتها هي إغاثية بالدرجة الأولى. ولا يمكن لنا أن نتجاهل أن الوضع الإنساني قد تفاقم بشكل لا يمكن أن يتغاضى عنه حتى الفاعلين السياسيين. صحيح برا، لكن يعني دعك من دور هذه المنظمات الإنسانية، ورنا طبعا فيها حديث لأنه أيضا أدائها وعملها فيه نظر أيضا، لكننا نتحدث عن الخطاب السياسي لولد الشيخ، يعني كطرف جاء لمهمة سياسية معينة، سأعود إليك حول هذه التفاصيل، لكن أتحول الآن إلى وضاح الذي أصبح جاهز معنا الآن. كنا نتساءل حول تحول مهمة ولد الشيخ من الدور الأساسي الذي جاء لأجله، وهو تنفيذ القرار الأممي 2216 وإيجاد حل سياسي للمشكلة الواقعة في البلد المتمثلة في الانقلاب، إلى ما دون ذلك أو ما هو بعيد عن هذه المشكلة الرئيسية. نعم، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين وطاقم قناة بلقيس وأيضا لصديقة البراء شيبان. بالنسبة لمهمة الشيخ، هي فعلا تحول تنفيذ القرار 2216 وإعادة الشرعية لليمن وإنهاء الأزمة والحرب وكافة التبعات التي تسبب بها هذا الانقلاب، تحولت مهمته إلى مهمة أقل من ذلك. لا يمكن أن نصفها بالمهمة الإنسانية، هي ليست مهمة إنسانية، بل تستغل الأوضاع الإنسانية لصالح تهيئة الأوضاع للطرف الانقلابي واستمرار الأزمة و يدوب مصالح أطراف وقوى أخرى خارجية وداخلية أيضا. اتجه مسار مهمة ولد الشيخ منذ البداية إلى خدمة الانقلابيين وخدمة أهدافهم وتطلعاتهم وحاول فرض الأمر الواقع. الآن مؤخرا ربما يوم أمس طلبت الأمم المتحدة في مطار صنعاء. طيب، قبل أن نأتي لهذه التفاصيل وضح، يعني هو السؤال كان حول لماذا هذا التحول لأداء أو لمسار عمل المبعوث الأممي؟ في مختلف الأزمات سواء داخل اليمن أو في غيرها، على أن الأمم المتحدة لا تحل الأزمات بل تعمل على إطالتها واستمراريتها. هناك عدة أسباب لهذا الأمر. أحد أهم هذه الأسباب مثلا هو أن الأمم المتحدة هي يتم السيطرة عليها من قبل مختلف قوى دولية ودول عظمى، تمها أن تنتهي الأزمات والصراعات في بلدان مثل اليمن مثلا وبلدان الشرق الأوسط، ولذلك هي تستثمر بهذه الأزمات لأنها تسمح لها بالتدخل واستثمار هذه الأزمات لصالحها، وأيضا ابتزاز مختلف القوى الأخرى سواء إقليمية أو دولية، وبنفس الوقت تحقيق مبيعات للسلاح والكثير من الأمور التي تسمح لهذه القوى بالسيطرة. امتلاك شعوب هذه المنطقة لقرارها ووصولها للاستقرار السياسي يمنع على هذه القوى والدول السيطرة والنفوذ داخل هذه الدول، وبالتالي هي تسعى إلى استمرار مثل هذه الصراعات وتعمل على إفساد الأمم المتحدة. الأمم المتحدة أيضا من ناحية أخرى تتشكل داخلها الكثير من اللوبيات ويمكن نسميها العصابات التي تعمل على استمرار الأزمات التي تستفيد منها ماديا لصالحها، إضافة إلى ذلك هي أيضا تدير هذه المسائل بابتزاز أو تدير الأمور بابتزاز الأطراف التي تملك الأموال والتي يمكنها أن تدفع مقابل الكثير من الأزمات. لاحظنا مثلا أن الأمم المتحدة تبتز التحالف العربي من أجل باسم الأوضاع الإنسانية من أجل أن تتلقى هي الأموال التي يفترض أنها ستصرفها لإصلاح الأوضاع الإنسانية، لكن هذه الأموال تذهب أغلبها في المؤتمرات واللقاءات والسفريات ورواتب الموظفين وما إلى ذلك. إذا طيب نتوقف عند هذه النقطة، يعني وضح
والتي يعني احولها، لا ادري اذا كان استمع اليك البراء، يعني في هناك مشكله بسيطه في الصوت. الوضاح يختلف معك ربما تماما فيما يتعلق بهذا التحول في مسار او في اداء الامم المتحده، واورد كثير من الشواهد والحقائق التي ربما لا يختلف عليها اثنان حول اداء يعني الامم المتحده، ليس فقط على مستوى اليمن وانما على مستوى كثير من الدول التي اشرفت عليها الامم المتحده، والتي كان استمرار الصراع في هذه الدول ربما هدفا لهذا الدور الذي قامت به الامم المتحده. نعم، مع احترامي للصديق وضاح، لكنه لم يسرد اي شواهد، هو تقريبا سرد الكثير من الاتهامات. انا هنا اريد ان اوضح نقطه مهمه، يجب علينا ان لا نبالغ بالدور الذي تستطيع الامم المتحده القيام به. في الاخير الأمم المتحدة هي مجموع إيرادات الدول المجتمعة. أريد أن أذكر الجميع أنه لم تحصل تقريبا أي دولة على مستوى قرارات مثل ما حصلت عليه الشرعية اليمنية، حصلت على 3 قرارات وكانت آخرها القرار 2216 الذي صدر تقريبا بتوافق الجميع. لا يعني جسم مجلس الامن هو يتحرك بهذا الاطار، اعطى تقريبا شرعيه كامله للتحرك العسكري للحكومه اليمنيه والتحالف العربي. بعد ذلك نعم براء، يعني هذه النقطة لا خلاف عليها، كانت هناك تضارب أجندات براء، هذه النقطة لا خلاف عليها، نحن متفقون بأن موقف الأمم المتحدة في تلك المرحلة كان قويا وواضحا، وكان القرار أيضا واضح لا لبس عليه في استعادة الشرعية في البلد، لكن نحن نتحدث في المرحلة يعني التي تلات في تطبيق هذا القرار وفي الأداء الأممي لتطبيق هذا القرار الذي يبدو اختفى تماما حتى من خطاب المنظمات الدولية والأمم المتحدة على رأسها. هذا هي النقطة التي أنا أريد أن أوضحها للمشاهد. الأمم المتحدة ليست جسم يستطيع أن ينفذ قرارات مجلس الأمن. عندما طلب تدخل المبعوث الأممي هو دوره بكل بساطة وسيط بين الأطراف المتصارعة حتى يستطيع الوصول إلى حل سياسي. كون أن الأزمة السياسية والعسكرية داخل اليمن تعقدت إلى مسألة حتى أن أصبح حتى الذي كانوا يؤيدوا الشرعية يروا الآن بكل واقعية ومنطقية أنه يصعب الوصول إلى حل الأزمة اليمنية عن طريق الحسم العسكري، ولذلك أصبح الدور مناط فيه أن يكون للأمم المتحدة. طيب لا أدري إذا كان قد استمع إليك وضاح، يعني البراء يرى بأنه المبعوث الأممي هو دوره إيجاد حل سياسي بين الأطراف أو وسيط بين الأطراف السياسية ليس أكثر. هل ترى بأن إذا ما أخذنا بهذا الطرح على أنه حقيقة، هل هو فعلا قام بهذا الدور بشكل يعني محايد وموضوعي؟ لم أسمع الصديق البراء جيدا، الصوت كان مختفيا تماما، لكن بالنسبة لمهمة إسماعيل ولد الشيخ هي حتى الآن تتضح كل يوم أنها لا تسير في المسار المقرر لها. الأمم المتحدة أصدرت قرارات مختصة بالوضع اليمني، ويفترض أن تكون مهمة إسماعيل ولد الشيخ تنفيذ هذه القرارات والسعي لإيجاد حلول سياسية ضمن هذه القرارات. لكن ما نلاحظه أن إسماعيل ولد الشيخ تحول إلى مراسل أو ساعي بريد بين مختلف القوى، يتنقل بين العواصم لينقل وجهات النظر ولا يقدم أي حلول مضية. كل حتى مبادراته التي يقدمها بين الحين والآخر لا تستند إلى القرارات الأممية ولا تعمل على تنفيذها، بل نعم طيب توليفة غريبة وعجيبة مثل مبادرته الأخيرة الخاصة بإدارة مدينة وميناء الحديدة، وكأنه يريد أن يقول أن الإنقلابيين أصبحوا أمرا واقعا لا يمكن تجاوزه، ولا يمكن حتى للأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يقبض عليهم تطبيق القرار، وبالتالي لابد من القبول بهذا الوضع واللجوء إلى التقاسم المواقع والمؤسسات الممكنة مثل ميناء الحديدة تقاسمها معهم، بينما تبقى المؤسسات التي تحت سيطرتهم والأراضي والمناطق التي يديرونها تبقى لهم،
وما سيطرت عليه قوات الجيش الوطني والشرعية تبقى للجيش الوطني والشرعية. يتجاهل أيضا إسماعيل ولد الشيخ أن هناك إرادة شعبية تقف خلف الشرعية والحكومة اليمنية والجيش الوطني، وأن هناك مقاومة شعبية انطلقت في كافة المناطق اليمنية لمواجهة هذا الانقلاب. هناك مشكلة أخرى في نظر الأمم المتحدة ويجسدها أيضا إسماعيل ولد الشيخ، وهي الإرهاب. هو لا يتعاطى مع المشكلة في اليمن بأنها وجود الإرهاب، ولا يتعاطى معها بأن هناك وجود انقلاب. المشكلة في اليمن هي في الانقلاب الذي تسبب في انهيار الكثير من مؤسسات الدولة، في ظهور الجماعات المتطرفة، في الكثير من الاختلالات. من الطبيعي أن حدوث انقلاب وبالتالي حرب تسبب بهذا الانقلاب أن تؤدي إلى كثير من هذه الاختلالات. هو لا ينظر إلى هذا الموضوعي. نعم، وإنما ينظر إلى نتائج هذه المشكلة. وهنا تحول إليك البراء، يعني في إطار الحل السياسي الذي تحدثنا، نحن يعني لا نتوقع بطبيعة الحال من ولد الشيخ أن يأتي يعني بالطائرات وبحل عسكري لحسم المعركة. بطبيعة الحال هو يتحدث دائما عن الحل السياسي، لكنه في إطار هذا الحديث هو يتناقض كثيرا مع نفسه، يعني يتراجع عن تصريحات أطلقها، يتستر أيضا عن تعنت أطراف نحو يعني وقفوا ضد الحل السياسي. لماذا لا يكون هذا الحل السياسي الذي يتبناه ولد الشيخ في إطار المرجعيات الدولية التي هو قادم منها؟ لماذا هذه الحلول تأتي خارج هذه المرجعيات؟ لماذا هذه الحلول تأتي لمعالجة التداعيات ولا تأتي لمعالجة الأسباب؟ نعم، أولا أريد أن أوضح أن نحن نبالغ دائما بما هي إمكانيات إسماعيل ولد الشيخ في ظل الظروف الحالية. هناك انتقادات كثيرة ممكن أن توجه لأداء إسماعيل ولد الشيخ، أبرزها أنا أعتقد أنه لم يتواصل مع الفاعلين على الأرض. أنا بالنسبة لي كانت إشكالية إسماعيل ولد الشيخ أنه عندما ذهب إلى اليمن لم يذهب إلى صعدة مثلا لمقابلة زعيم جماعة الحوثي، أنه لم يذهب لمقابلات شخصيات فاعلة في المقاومة أو في الشرعية مثل محافظ مأرب سلطان العرادة أو حتى حمود المخلافي في تعز وغيرها. هذا أضعف دوره داخل اليمن، ولكن في الوقت نفسه لا أريد أن نبالغ بما هي الإمكانيات التي يستطيع أن ينفذها إسماعيل ولد الشيخ في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد. لماذا؟ طيب خلينا نوقف عند هذه النقطة البراء. لماذا هو لم يفعل ذلك؟ إذا كان فعلا جادا في حلا سياسيا شاملا للبلد، لماذا لا يذهب وهذه مهمته التي يتقاضى عليها راتبا شهريا، لماذا لا يبذل مجهودا لالتقاء بجميع الأطراف والاستماع إليهم؟ ما الذي يمنعه؟ الإشكالية الأساسية أن إسماعيل ولد الشيخ انطلق في رؤيته من الحل أنه ممكن الوصول إلى حل وسط تسلم فيه المناطق التي عليها نزاع كبير، وكانت في البداية النقاش حول 6 محافظات ثم تقلصت إلى 3 محافظات إلى طرف ثالث. أنا أريد أن أذكر الجميع أيضا أن الحكومة الشرعية في مباحثة جنيف وفي مباحثة بيل في سويسرا لم تمانع على هذا الطرح، ومن هنا انطلق في تحركه ورؤيته للحل أنه يمكن إيجاد طرف ثالث يستطيع أن يستلم هذه المناطق بعيد عن جماعة الحوثي. بالطبع أنت تتعامل مع ظروف معقدة جدا، أنت تتعامل مع ظرف الحكومة اليمنية ليست موجودة فيها على الأرض، تتواجد الآن بشكل جزئي داخل محافظة عدن، ثم تحرك أيضا برؤيته للحل أنه يمكن أن يتحرك عبر الأطراف الذي تسميهم أطراف الصراع، أي جماعة الحوثي ترشح شخصيات والحكومة الشرعية ترشح شخصيات. طيب البراء، يعني كل هذا الطرح من أين جاء؟ نعم، من أين جاء؟ يعني نحن لدينا مرجعيات 3، يعني دائما كان يعلن وهو ملزم بها بطبيعة الحال ولد الشيخ أن تكون هي مرجعيته في كل تحركاته السياسية، القرار الأممي ويعني المبادرة الخليجية ومن مخرجات الحوار الوطني. من أين جاءت هذه الحلول التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بهذه المرجعيات؟ هذه جاءت ببساطة
بسبب تعقد الوضع والأزمة الإنسانية وعدم مقدرة التحالف والحكومة الشرعية على فرض أمر واقع جديد على الأرض. عندما كانت يكون هناك تحرك، كان هناك، ونحن شهدنا بشكل واضح، كان هناك تخبط واضح للأجندة، ليس هناك أيضا بعدما أن سيطرت الحكومة الشرعية. الآن نحن نتحدث قرابة سنتين منذ أن سيطرت الحكومة الشرعية على محافظة عدن على سبيل المثال، بدأت الآن تدريجيا في أن تبسط نفوذها داخل عدن، وأصبح هناك بعض وجود لملامح الدولة عبر تحرك المحافظ الجديد عبد العزيز المفلحي. غيرها هناك ضعف شديد للشرعية تتعاطى الأمم المتحدة وفق المعطيات. كيف يمكن أن تعود الشرعية ولا وهي غير مسنودة بدعم أممي أو دعم دولي من خلال قرارات صارمة؟ طيب وضح يعني البراء يرى، سأعود إليك براء. دعم لم تحصل عليه، أنا أقول لك لم تحصل على دعم، لم يحصل أي طرف سواء كانت المعارضة السورية سواء أي جهة شرعية، لم تحصل على دعم مثل ما حصلت عليها الشرعية اليمنية. هذا يجب أن يكون واضح لدى اليمنيين على مستوى الخطاب، على مستوى الخطاب. الأمم المتحدة قادرة على حل هذه الأزمة. نعم، يعني هذا كلام على مستوى الخطاب، لكنه على مستوى الفعل نحن لا نراه، أو ربما إذا كان وضاح يرى هذا الدعم الدولي للشرعية والتحالف في اليمن. يعني نريد أن نسمع منك، يعني البراء يتحدث عن ربما الضعف من في أداء يعني ولد الشيخ، وهو ربما حسب البراء بأنه عائد لي أنه ربما أيضا ضعف في التواصل أو سوء تواصله مع الأطراف وليس أكثر من ذلك، والوضع الإنساني أيضا ألقى بظلاله على هذا الأداء. عذرا لم أسمع بشكل واضح، هناك مشكلة في الصوت لا أسمع بشكل. أرجو أن تحل المشكلة شباب في الكنترول، تفضل وضح. لم تسمع سؤالي. طيب وضح، يعني كنت أتحدث عن أن البراء يرى بأن مشكلة ولد الشيخ يعني تتمثل في سوء تواصل مع جميع الأطراف، وأن الشرعية والتحالف حظيا بدعم أممي ربما لم يحظى به أي طرف آخر في أي دولة أخرى أو في أي يعني نموذج آخر. ما رأيك؟ ظاهريا نعم، الحكومة الشرعية حصلت على دعم دولي، وذلك ليس لأن الأطراف الدولية والهيئة الدولية قابلت دعمها، بل لأن مقتضى الدولي تصب في هذا الاتجاه، في أنه لابد من احترام القانون الدولي واحترام الشرعية اليمنية. هذا ظاهريا، لكن ما يتم على أرض الواقع يختلف عن ذلك تماما ويختلف جذريا. ما الذي قدمته الأمم المتحدة للشرعية؟ نلاحظ أن الأمم المتحدة تتعاطى بالكثير من الاحترام والتقدير مع الإنقلابيين، بينما كافة تصرفاتها وتعاملاتها تستهتر وتستخف بالحكومة الشرعية وأيضا الشعب اليمني الذي قدم التضحيات وقاوم هذا الانقلاب. لاحظنا أن مثلا المفوضية الأمم السامية لحقوق الإنسان كانت تتعاطى مع الإنقلابيين وتتعاطى مع المنظمات التابعة لهم والجهة التابعة لهم بشكل يومي، بل أن مسؤول المفوضية كان يلتقي بشكل يومي بمسؤولية الإنقلاب ويعقد اجتماعات ويمول أيضا من الأموال ومن خزينة المفوضية، يمول فعاليات وأنشطة تقوم بها منظمات تابعة للإنقلابيين تقوم برصد ما تقول عنه أنها انتهاكات الشرعية والتحالف العربي، بينما يتجاهل ما يقوم به الإنقلابيون وميليشياتهم داخل العاصمة صنعاء، على الأقل إذا قلنا أنه لا يستطيع أن يغطي بقية المحافظات والمناطق التي تدور فيها المواجهات داخل العاصمة صنعاء. كانت هناك الكثير من الانتهاكات، هناك الكثير من المخفيين، هناك الكثير من الأتاوات التي تفرض على المواطنين، الاعتقالات، القتل والإعدامات الميدانية في الشوارع، كل هذه لم يلتفت إليها هذا المسؤول وغيره من المسؤولين، تعاطوا معها باستهتار، سهلوا للإنقلابيين الكثير من الأمور. مثلا ميناء الحديدة يرفضون أن يتم تسيير القوافل الغذائية والمواد الإغاثية للشعب اليمني من الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، ويسيرونها إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الإنقلابيون، وهم يعلمون أن الإنقلابيين يسيطرون على هذه المواد ويستخدمونها، يبيعونها أو يوزعونها على أنصارهم ويستخدمونها في دعم مجهودهم الحربي.
هناك نفذ الانقلابيون اعتداءات على مسؤولين تابعين للأمم المتحدة وعلى مقرات منظمات دولية، حتى المبعوث الأممي نفسه اعتدوا على موكله وأطلقوا النار عليه، ومع ذلك لم نلاحظ منه مواقف صارمة بشأنهم. صحيح. على العكس من ذلك نلاحظ أنه يقدم دائما لهم خدمات وتسهيلات، ويتجه لإدارة الطرف الآخر وهو الحكومة الشرعية والتحالف العربي، وتحملهم مسؤولية الكثير من الانتهاكات التي تحصل على الأرض ومسؤولية الأوضاع الإنسانية. حتى مثلا في مرضى وباء الكوليرا الذي انتشر وبدأ انتشاره في العاصمة صنعاء، ومن ثم انتقل إلى أغلب المحافظات، وكان أغلب انتشاره في المناطق التي سيطر عليها الإنقلابيون. هذا الوباء كانت أسباب انتشاره واضحة للعيان، منها انهيار النظام الصحي في اليمن، انهيار منظومة شبكة المياه والصرف الصحي، وهذا تسبب به الإنقلابيون بشكل واضح من خلال فسادهم ونهب المؤسسات وعدم تقديم رواتب الموظفين والعمال في هذه القطاعات. إضافة إلى ذلك انتشار القمامة والأوساخ والكثير من الأمور التي تسببت بانتشار هذا الوباء، كانت كلها تحت سيطرة الإنقلابيين. مع ذلك لم نسمع الأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها تتحدث عن أسباب انتشار هذا الوباء، بل كانت تحيل الأسباب إلى الحرب، وبإشارة واضحة وإما ظنية أو واضحة إلى التحالف العربي والحكومة الشرعية بأنهما هما من يعيقان الأعمال الإغاثية ومن يعيقان وصول الأدوية والمواد الإغاثية وأيضا يعيقان مكافحة هذا الوباء. نعم، إذن يعني مجموعة من الشواهد وضح إذن أوردتها الآن فيما يتعلق بعمل أداء الإنقلابيين، وبالمقابل المواقف غير الصارمة الأمم المتحدة مع هذه الجرائم والانتهاكات. البراءة تتحدث عن وضع إنساني، وهو طبعا بطبيعة الحال لا يمكن عزل الجانب الإنساني على الجانب السياسي، يعني لا يمكن أن يتم حل مشاكل إنسانية ناتجة عن مشكلة سياسية كبيرة بحجم انقلاب على الدولة والسيطرة على عاصمة البلاد وعلى محافظات أخرى. كنت سألتك قبل قليل عن تعاطي هذه المنظمة الدولية مع هذه النتائج وتغاضيها عن الأسباب، لماذا لم يعد يرد القرار الأممي 2216 في تصريحات المبعوث الأممي وأيضا المسؤولين الأمميين؟ لماذا لم يعد هناك حديث عن الانقلاب؟ لماذا نسمع عن الكوليرا ونسمع عن مطار صنعاء وعن ميناء الحديدة في الوقت الذي في المقابل حتى على الصعيد الإنساني لا نسمع حديث عن حصار تعز مثلا، ولا عن المختطفين بالآلة في صنعاء مثلا، ولا عن من المتسبب في كل هذه الجرائم وهذه التداعيات الإنسانية؟ أريد أن أوضح نقطة مهمة. يعني أنت لو تلاحظ حجم التناقض في الكلام الذي يورد، أولا نحن نتحدث عن المبعوث الأممي، ثم ننتقل مباشرة للحديث عن المفوضية السامية، ثم نتحدث عن بقية المنظمات. لا، البراءة حتى تكون في الصورة، هو الحديث عن المبعوث الأممي وعن عن الأمم المتحدة بشكل عام وعن المنظمات الدولية ربما، لأنها متسقة جميعا في موقف واحد. نعم، لكن أريد أن أوضحها للمشاهد. هؤلاء جهات مختلفة. المنظمات الدولية هي منظمات إغاثية بالدرجة الأساسية، وعندما تم نقاش ولقاءاتها حتى مع الحكومة الشرعية كان الاتفاق بشكل واضح أن عليهم أن يستمروا في تواجد حتى في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. ماذا نريد منهم؟ أن يغادروا البلد تماما ثم يذهبوا إلى مناطق التابعة للشرعية؟ ما نشهده اليوم. لماذا بقوا في صنعاء لم يتوجهوا الى عدن او الى مأرب المناطق التابعه للشرعيه؟ هم موجودين في المناطق التابعه للشرعيه. لا، هم غير موجودين. المفوضيه الثانيه استمرت في صنعاء واستمرت في دعم فعاليات الانقلابيين كما اشار وضاح، وايضا مولت فعاليات لهم وتعاملت معهم كسلطه يعني شرعيه، وهذه ايضا شواهد معروفه. هذا تسطيح للواقع. إذا كنا نعتقد أن جماعة الحوثي تمول نشاطاتها عبر دعم فعاليات هنا وهناك من قبل الأمم المتحدة، هذا تسطيح وتبسيط جدا للواقع. جماعة الحوثي لديها شبكة طويلة من المهربين، من السوق السوداء، من تجارة السلاح وغيرها. أتحدث عن الأنشطة المدنية. أتحدث عن الأنشطة المدنية البراء. الأنشطة المدنية، إذا أريد أن أقارن لك مثلا على سبيل المثال، هو تحدث عن 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 ميناء الحديدة. أنا أريد لك الآن هنا بالأرقام، عندما أتحدث عن مثلا حجم الإغاثة الذي دخلت إلى داخل محافظة عدن،
حوالي 450 سفينة إغاثية بمقابل 520 سفينة إغاثية دخلت إلى محافظة الحديدة. أنا أتحدث لك بالأرقام، هذا ليس شيء مبالغ من عندي. الشواهد هي عكس ما يراد، ما للأسف الشديد الزميل وضاح يصوره للمشاهد الكريم. النقطة الأساسية المهمة التي أريد أن أوضحها للمشاهد الكريم، هذه الأرقام التي أريدها ماذا تعني؟ نعتقد أن الحل تعني أن هناك تقريبا نفس السفن التي تذهب إلى الحديدة نفس العدد يذهب تقريبا إلى 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 محافظة عدن، ليس هناك أن لكن وضح تحدث عن نهب المساعدة التي تصل إلى الحديدة. طيب لكن كان حديثه عن نهب المساعدة التي تصل إلى الحديدة، ألا يتطلب هذا الأمر من المنظمة الدولية، المنظمة الدولية تحويلها إلى عدن؟ إذا رأينا على سبيل المثال تقرير لجنة الخبراء تحدثوا بشكل واضح عن نهب المساعدات الإنسانية من قبل جماعة الحوثي، إذا رأينا الكثير من التقارير تتحدث بشكل واضح. يجب علينا أن نستوعب أن منظمات الإغاثية للأمم المتحدة تتعامل على بناء على الواقع، بناء على 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 الأرض ما هو موجود. هي تعاملت حتى في ظروف أشد صعوبة، مثلما كانت تتعامل مع جماعة طالبان على سبيل المثال. هي تتعامل مع الأرض الواقع ومن هو مسيطر على الأرض، هي يجب عليها أن تتعامل معه. مهمة المبعوث الأممي وهي مهمة سياسية تختلف عن بقية المنظمات الإغاثية، وهذا يجب أن يفهمه المشاهد. النقطة الأساسية التي أريد أن أركز عليها أن المشاهد عليه أن يعلم أن إذا كنا نعتقد أن الحل مختصر فقط أن الأمم المتحدة ستدين جماعة الحوثي، نحن مخطئون تماماً. الأمم المتحدة، المجتمع الدولي يتعاملوا على الأرض، ما هو المتغيرات على الأرض هم مضطرون أن يتفاعلوا معه. إذا تمكنت الحكومة الشرعية من فرض واقع جديد على الأرض سوف تتفاعل معه. أريد أن أوضح نقطة أخيرة. إذا كانت الحكومة الشرعية استطاعت من تحرير فقط محافظتي تعز والبيضاء كنا سنشهد واقعا جديدا، ولكن يجب علينا أن نضع الأمور النقاط على الحروف. هناك تخاذل حقيقي من قبل التحالف، هناك تخاذل حقيقي من قبل الحكومة الشرعية، هناك تضارب في الأجندات، لم يعد أحد يثق أن الحكومة الشرعية تستطيع حقيقة بسط سيطرة نفوذتها حتى لو سيطرت على مناطق جديدة. طيب الفكرة واضحة، لكنك أيضا لم تجب على سؤالي. ما يعني كيف يمكن أن نبرئ هذا الخطاب الأممي على الصعيد الإنساني، وهو أيضا في هذه الجزئية ينتقي ما يجعله أولوية إنسانية ويتجاهل الكثير من الانتهاكات الإنسانية على الأرض. الخطاب يعني ولد الشيخ وأيضا المنظمات الدولية تتحدث، مثلا تحدثت عن الكوليرا وتحدثت عن مطار صنعاء وعن ميناء الحديدة أكثر ربما من الانقلاب يعني بمرات كثيرة. هذه المنظمات جميعها لم تتحدث عن حصار تعز، لم تتحدث عن المختطفين في صنعاء، لماذا؟ بل تحدثت كثيرا، لكن مثلا إذا ذكرتي على سبيل المثال الحديدة، الحديدة هذا كان طلب من الحكومة الشرعية وطلب من التحالف، طلبوا من المبعوث الأممي أنه يجد لهم صيغة بديلة بدلا من عملية الاقتحام العسكري، وكانت هذه الخطة المعروضة التي طرحها إسماعيل ولد الشيخ. ما أريد أن أوضحه أنه عندما يكون هناك تحرك على الأرض تتفاعل أجهزة يعني مثلا مكتب مبعوث الأمم المتحدة بناء على هذه المتغيرات. لا نتوقع، يجب على اليمنيين أن يفهموا أنهم لا تمتلك الأمم المتحدة عصا سحرية تستطيع أن تفرض سيطرتها وتستطيع تطبيق القرار 2216. يعني موضوع الإفراج عن المختطفين، عن عشرات، ما يتجاوز 10,000 مختطف، يعني لم نسمع عن خطاب دولي أو أممي يتحدث عن هؤلاء المختطفين بما فيهم وزير الدفاع وشقيق رئيس الجمهورية وهذين الاسمين واردين ضمن القرار الأممي 2216. يعني ربما أنت سمعت خلال اليومين الماضيين تصريحات نارية حول مطار صنعاء وحول الكوليرا وحول ميناء الحديدة وحول يعني قصص يعني ليست أساسية أو تداعيات، خلينا نقول تداعيات لهذه الحرب. الألغام، هل سمعت تصريحات قوية حول الألغام في اليمن والتداعيات الإنسانية يعني تتركه الألغام؟ طيب لو رجعنا فقط إلى التقرير الأخير الذي صدر في شهر ستة هذا الذي فات، تحمل الأمم المتحدة الألغام داخل اليمن بنسبة 100% على جماعة الحوثي.
تحمل بالنسبة للموضوع المختطفين بنسبة أكثر من 90% على جماعة الحوثي، ثم نسبة قليلة على الحكومة الشرعية، ثم نسبة أقل على جماعة أخرى مثل القاعدة وغيرها. مشكلتنا أننا ننتقي بعض هذه التقارير ونعتقد بمجرد أن يكون هناك تصريحات مثل مطار صنعاء أو مطار الحديدة نعتقد أن هذه هي القضية الرئيسية. طيب طيب إذا يعني كان حديثي عن تصريحات وليس عن التقارير. بدأت تطبع الوضع قليلا داخل عدن. سأعود إليك البراء، يعني هو كان حديثنا عن التصريحات والمطالبات، كان حديثنا عن التصريحات والمطالبات وليس عن التقارير. سأعود إليك. وضح تحدث البراء عن نقطة مهمة جدا، ويعني وعاد كثير من هذا الأداء الذي احنا نلاحظه للمنظمات الدولية لأداء الحكومة الشرعية والتحالف العربي. هل تعتقد بأن هذا الأداء فعلا هو سبب رئيسي لهذا المشهد الأممي الذي نتابعه في اليمن؟ قطعا لا، وسبق أن أشرت أنا هنا إلى أن المجتمع الدولي بهيئاته ودوله يتعاطون ظاهريا مع الوضع في اليمن على أنه انقلاب على الشرعية وأنهم يدعمون الشرعية، لكن ممارساتهم خلف الكواليس وعلى الواقع تختلف عن ذلك تماما. البراء هنا يحاول أن يدافع عن الهيئة المتحدة بشكل غريب ومتناقض، يقول أن تقرير لجنة الخبراء أشار إلى أن نهب المواد الإغاثية من قبل الحوثيين، ومع ذلك ما تزال هذه المواد الإغاثية تسير إلى ميناء الحديدة. ذكر أرقام ولم يقل من الذي يسير المواد الإغاثية إلى ميناء عدن ومن يسيرها إلى ميناء الحديدة. أغلب الإغاثة التي تصل إلى ميناء عدن تصل عن طريق التحالف العربي ودول أخرى مثل تركيا مثلا. هناك كثير من التناقضات ذكرها البراء، لا مثلا لم يبرر كيف ان الفوضية السامية تتعاطى مع الانقلابيين. اذا كان يرى ان الانقلاب اصبح امرا واقعا ويجب التعاطي معه من قبل الامم المتحدة، لماذا الامم المتحدة والمجتمع الدولي لا يتعاطى مع داعش وهي كانت تسيطر على مساحة جغرافية واسعة أكثر من التي يسيطر عليها الحوثيون، وكانت أمراً واقعاً واستطاعت أن تبني ما سمته دولة، لكنها كانت متماسكة أكثر ومنضبطة أكثر من ما يقوم به الحوثيون وحليفهم علي عبد الله صالح في صنعاء ومختلف المناطق؟ هذه الأمور لا تعدو أن تكون مغالطات. الحقيقة الواضحة على الأرض أن المجتمع الدولي نفسه يرفض تحرير الكثير من المناطق بما فيها محافظة تعز ومحافظة البيضاء. هناك كثير من الخطوط الحمراء التي يضعها المجتمع الدولي ليس فقط من لدعم، لا يمكن أن نقول أنه من أجل دعم الانقلابيين، بل من أجل ابتزاز التحالف العربي ومن أجل أن ترتفع فاتورة شراء المواقف التي يمكن أن يقدمها التحالف العربي. هم يريدون من التحالف العربي أن يدفع مقابل المناطق التي يحررها ومقابل أيضا حصوله على مواقف لصالحه ولصالح الشرعية اليمنية. لم يتحدث مثلا، لم يقل لنا البراء شيئا كيف يمكن أن تصمت هذه المنظمات عن حصار مدينة تعز. هذه الجريمة الإنسانية لا نشهد مثيلها في العصر الحديث. هناك مدينة محاصرة من مختلف الجهات، تقصف يوميا، هناك الكثير من الأشلاء التي تظهر لنا على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي نراها يوميا، ومع ذلك لا تتحرك ساكنين لدى هذه المنظمات، بينما هذه المنظمات تسعى إلى الحفاظ على ميناء الحديدة كمنفذ ورئة يتنفس منها الانقلابيون، وفتح مطار صنعاء من أجل أن يكون موردا آخر للانقلابيين وأيضا منفذا يستطيعون من خلاله التنقل والخروج والحصول على الكثير من المساعدات والكثير من الدعم اللوجستي. نعم. طيب إذا تحدث البراء شيبة. نعم. إذا تحدث البراء ووضح، تحدث عن شواهد ونماذج ومقارنة. يعني نحن تعرف البراء هو مشكلتنا في الاكتزاء للوقائع أمامنا لتبرير المواقف التي نتابعها، وربما هذا ما فهمه وضح من طرحك أنت الآن. تحدثت أنت عن تقارير تؤكد بأن القوافل الإغاثية تنهب في ميناء الحديدة، ومع ذلك تحدثت أيضا عن رقم ربما يوازي ما يستقبله ميناء عدن. إذا استمرار
وصول هذه المساعدات، ألا يفهم بأنه دعم لهذه الجماعة ودعم لسوقها السوداء والمتاجرة بمساعدات الإنسانية؟ أيضا لم تبرر البراء وجود منظمات دولية حتى الآن بما فيها تابعة للأمم المتحدة في صنعاء كمكاتب رئيسية. المواقف أيضا إنسانية صريحة واضحة لم نتابعها. يعني إذا ما أخذنا فقط هذه الجزئية، جزئية ما صدر عن منظمات دولية عن ولد الشيخ وعن يعني منظمات حقوقية كبيرة حول مطار صنعاء وحصار مطار صنعاء وما قيل عن حصار تعز وما تتعرض له تعز، دعنا في هذه الجزئية تحديدا وفسر لنا، هل من المنطقي ما نسمعه الآن؟ نعم، اولا اريد ان اوضح على الرقم الذي انا ورته، هذا رقم من الامم المتحده ليس من التحالف، ليس مقارنه بالمساعدات التي تدخل من التحالف. السفن الاغاثيه التي تدخل الى الحديده من قبل الامم المتحده مقارنه بالتي تذهب الى عدن سوف نرى ان الرقم قريب. السبب لان الامم المتحده تتعامل بناء على الحاجه، هناك حاجه انسانيه كبيره داخل المحافظات الشماليه مثل ما هو حاجه انسانيه داخل مناطق المحافظات الوسطى والمحافظات الجنوبيه. بالنسبه لسؤالك، وانا اعتقد انه سؤال مهم جدا، لماذا لا تتواجد مكاتب الامم المتحده او مكاتبها الرئيسيه داخل محافظه عدن؟ أنا شخصيا التقيت بممثلات اليونيسف وكانت تقول لي بشكل واضح، عندما طلبت مننا الحكومة اليمنية التواجد داخل محافظة عدن، معظم الحكومة اليمنية لم تكن متواجدة أصلا داخل عدن، ما هو القيمة المضافة التي سوف تضيفها المنظمة مثل اليونيسف على سبيل المثال أنها تتواجد داخل محافظة عدن؟ والآن التحديات أيضا غياب الحكومة اليمنية هو الذي يفرض هذا الأجندة. الحكومة موجودة منذ عام براء. الآن بدأت الحكومة اليمنية، لا لم تكن متواجدة منذ عام، الرئيس الوزراء وبعض الوزراء هم متواجدين داخل الحكومة اليمنية، ولكن معظم مكاتبها إذا أرادت أي مكتب من الأمم المتحدة أن حتى يتعاملوا حتى برسالة يجب أن يذهبوا إلى الرياض. البراء هو موضوعنا ما كانش مجرد التواجد الجغرافي وإنما التعامل مع الانقلاب كسلطة. طيب مش هذا موضوعنا الآن، خلينا في قصة التصريحات يعني الصريحة والواضحة وتصاعد الخطاب والمطالبات الواضحة لرفع الحصار مثلا عن مطار صنعاء وهي حاجة إنسانية بطبيعة الحال أمام حصار تعز على سبيل المثال، كيف يمكن أن تفسره؟ ببساطة لأن الأمم المتحدة والكثير من المجتمع الدولي يرى أن الحكومة اليمنية والتحالف أطراف رسمية محترمة يجب أن تتعامل وفق الحاجة الإنسانية وليست جماعة ميليشيات مثل جماعة الحوثي. أنا أريد أن أفهم ما هو الفائدة العسكرية التي يضيفها استمرار إغلاق مطار صنعاء؟ نحن نعلم ان معظم المواطنين، انا لا اتحدث عن طبيعه، هي حاجه انسانيه، دعنا نتفق انها حاجه انسانيه، انا اتحدث بالمقارنه مع حصار تعز، لماذا يجري هذا الحديث عن صنعاء وهي حاجه انسانيه نؤكدها بالمقارنه لما يحدث في تعز؟ مع الاخذ باعتبار بانها اليوم بالامس ولد الشيخ طالب بخطاب عالي بفتح مطار صنعاء بشكل عاجل، واليوم ترفض الامم المتحده استلامه وتقول بانه على اطراف الصراع استلامه، يعني اطراف الصراع معروفه من هي اطراف الصراع في صنعاء، اذا الحوثيين استلموا مطار، عصابه تستلم مطار صنعاء، ما رايك؟ نعم، ولكن هذا الموضوع بسهوله ردت عليه الحكومه اليمنيه والتحالف، طالب الامم المتحده انها تدير انها هي التي تدير مطار صنعاء. بالنسبه للخطاب، وجود مطلب مثل فتح مطار صنعاء هذا لا يتناقض ان هناك حصار، نحن يجب ان لا ناخذ المساله نديه انه ما دام انهم تحدثوا عن صنعاء اذا اين تعز ولذلك لا يجب الحديث عن صنعاء. عندما تكون هناك حاجه انسانيه وهناك إمكانية لأن أنت تتعامل مع أطراف رسمية شرعية مثل الحكومة اليمنية والتحالف العربي، التعامل مع جماعة الحوثي، جماعة الحوثي يجب علينا أن نعلم شيء واحد، تمكنت من فرض أمر واقع على الأرض وجعلت الكل يحاول أن يتفاعل مع خطابها، بينما الحكومة اليمنية تنتظر فترة طويلة حتى تستطيع أن تحرر جزء بسيط. طيب. جزء بسيط على الأرض، وعلى سبيل المثال هي محافظة تعز. محافظة تعز لا يوجد، أنا إلى الآن لا أفهم لماذا هناك تأخر في حسم معركة مثل معركة تعز. إذا تمكنت الحكومة اليمنية طيب. فقط البراء أيضا بالمناسبة أنت لم تجب على السؤال لكم. أنا طيب. أؤكد لكم أن البراء سؤال كلمة أخيرة فقط 100%. نعم البراء، يعني أنت لم تجيب على السؤال تحديدا، وضح في أقل من دقيقة كيف يمكن أن تعلق على كلام البراء وهل يمكن أن يفضي هذا الأداء إلى سلام بأي شكل من الأشكال
في دقيقة لو سمحت. للأسف لم أسمع ما قاله البراء، لكن كان عنوان الحلقة هو كيف تحول الانقلاب إلى هامش في مهمة ولد الشيخ، واستطاع البراء أن يقرنا إلى نقاشات في تفاصيل أخرى حول القضايا الإنسانية والإغاثية، وهو ما يؤكد أن فعلا مهمة إسماعيل ولد الشيخ تحولت إلى جزء منه، إلى إضاعة الهدف وتتويه اليمنيين في تفاصيل جزئية صغيرة، حتى وهذا دائما ما دأبت عليه الأمم المتحدة في مختلف الأزمات حول العالم وليس في اليمن فقط. الهدف من كل هذا هو الوصول باليمنيين جميعا إلى القبول بالأمر الواقع، وهو بقاء الإنقلابيين وسيطرتهم، ولا نستبعد أن يقدم وتعامل معهم كأمر واقع. أشكرك جزيلا الشكر والضاحة الجليل الصحفي والناشط السياسي، كما أشكر ناشط الحقوق البراء شيبان، كنت معنا من لندن. أشكركم أعزائي المشاهدين لطيب المتابعة. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج البرنامج كمال حيدر، ألقاكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد في أمان الله.